بعد 36 سنة رجع لنا توم كروز بالجزء الثاني من فيلم توب جان باسم توب جان مافريك. قصة الفيلم عن ميتشيل مافريك، واحد من أفضل الطيارين في سلاح الجو الأمريكي بعد مسيرة امتدت لأكثر من 30 سنة. وبعد كل هذه المدة يرجع لمكانه المفضل ويدرب أفضل الطيارين الموجودين في العالم عشان ينجزوا واحدة من أخطر المهام المطلوبة. الفيلم تصنيفه دراما وأكشن ولعمر 13 سنة وفوق. كبداية أنا أبداً ما تشدني الأفلام إلا فيها طيارات حربية، فما كنت متحمس للفيلم، وكمان ما كنت شايف الجزء الأول، فقلت بعد 36 سنة أكيد حيسوي تكملة وما أتوقع أنها راح تنجح. لكن فيلم توب جان مافريك صدمني، كان عكس توقعاتي تماماً. هذا الفيلم كان فيه أحاسيس ومشاعر ورسائل وربط قوي بين المشاهد والفيلم. وحط في بالك إنه جميع اللقطات اللي راح تشوفها واقعية وتدربوا عليها الممثلين لفترة طويلة عشان توصل للمشاهد بالطريقة المطلوبة. تقييم الشخص لفيلم توب جان مافريك هو 9/10. وانتوا ابغاكم تكتبوا لي في الكومنت ايش رايكم بالفيلم، كم تقييمكم لهذا الفيلم من 10. سلام.